أسئلة الباب الأول. السؤال الأول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 1. تمكن العثمانيون من ضم المنطقة الممتدة من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً. 2. تعد الحركة الوهابية حركة سياسية خالصة هدفها الوصول إلى السلطة. 3. تمكن السلطان العثماني محمد الثاني من فتح مدينة القسطنطينية عام 1453 ميلادي. 4. قاد فخر الدين المعني حركة انفصال أهل فزان عن العثمانيين عام 1831 ميلادي. السؤال الثاني: أكمل ما يأتي. 1. تعد معركة فراغ أول صدام بين العثمانيين والمماليك، في حين تعد معركة فراغ هي الحاسمة. فبعدها تمكن العثمانيون من ضم الشام ومصر. 2. قسم العثمانيون المناطق الخاضعة لحكمهم إلى فراغ، وبلغ عددها نحو فراغ. السؤال الثالث: اكتب ما تعرفه عن ألف الدولة الصفوية، باء حركتي علي بيك الكبير بمصر وظاهر العمر في فلسطين، جيم الأسرة الحسينية في تونس. السؤال الرابع: ألف اذكر أهم الأسس التي قام عليها نظام الحكم العثماني للمنطقة العربية، باء اذكر أهم الإصلاحات التي قام بها أحمد باشا في تونس، جيم تحدث عن الحركة الوهابية في الحجاز.